أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. ما زلنا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة على المشركين، واليوم نتكلم عن عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة في مواسم الحج وعلى قبائل العرب، مواسم اللي فيها عمرة أو حج. النبي كان يذهب إليهم، قبائل العرب جايين يحجوا فيمشي إليهم ويحضر معهم المجامع ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على بني عامر وبني محارب. أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين من نبوته مستخفياً، ثم أعلن في الرابعة فدعا 10 سنين يوافي الموسم. الموسم يعني الوقت الذي يجتمع فيه الحجاج كل سنة. يتبع الحاج أو يتبع الحاج في منازلهم بعكاظ، يعني أماكن نزلهم، ومجنة. الحجاج بينزلوا استراحات كده في أماكن، كل مسافة معينة ينزلوا إيه يعملوا استراحة، فكان النبي يروح لهم في الأماكن دي، شوف يخرج برا مكة يستقبلهم. ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل. ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره حتى إنه يسأل عن القبائل ومنازلهم قبيلة قبيلة، حتى انتهى إلى بني عامر بن صعصعة فلم يلق من أحد من الأذى قط ما لقي منهم. شدة أذى بقى. حتى خرج من عندهم وإنهم ليرمونه من ورائه، يرمونه بالحجارة، يعني إيه الأذى الشديد ده. حتى انتهى إلى بني محارب بن خصفة فوجد فيهم شيخا ابن 120 سنة، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وأن يمنعه حتى يبلغ رسالة ربه. فقال الشيخ: أيها الرجل، قومك أعلم بنبئك، والله لا يؤوب بك رجل، يعني لا يرجع بك رجل إلى أهله إلا آبى، يعني رجع، إلا آبى يعني إلا رجع بشر ما يؤوب به أهل الموسم. سبحان الله. فأغن عنا نفسك، يعني ابعد عننا، اصرف نفسك عننا، وإن أبا لهب لقائم يسمع كلام المحاربي. أبو لهب واقف طبعا يسمع ومبسوط من الكلام بتاع الراجل ده. ثم وقف أبو لهب على المحاربي فقال: لو كان أهل الموسم كلهم مثلك لترك هذا الدين الذي هو عليه، إنه صابئ كذاب. قال المحاربي: أنت والله أعرف به هو ابن أخيك ولحمتك. ثم قال المحاربي: لعل به يا أبا عتبة لمما، فإن معنا رجلا من هذا الحي يهتدي لعلاجه. فلم يرجع أبو لهب بشيء غير أنه إذا رآه وقف على حي من أحياء العرب صاح به أبو لهب: إنه صابئ إن كذاب. وفي إسناده الواقدي. سبحان الله، هذا شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستمر، يعني ما توقفش، لم يتوقف بل مستمر. بالليل يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى تتفطر قدمه ويدعو الله سبحانه وتعالى، وبالنهار يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى. يستمطر رحمة ربنا بالليل على العباد، وبالنهار يوجه الناس إلى رحمة الله. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على بني عبس. أخرج أبو نعيم أيضا من طريق الواقدي عن عبد الله بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازلنا بمنى. بمنى يعني مكان اللي بينزل فيه الحجاج، أحد المناسك. ونحن نازلون بالجمرة الأولى، يعني هنرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف أو الخيف. نعم. وهو على راحلته مردفا خلفه زيد بن حارثة، كان مولاه. فدعانا فوالله ما استجبنا له ولا خير لنا.
يعني لم نستجب له، ولا خير لنا يعني ما قدر لنا الخير. يعني سبحان الله. قال: وقد كنا سمعنا به وبدعائه في الموسم، فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له. وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي، فقال: أحلف بالله لو صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط رحالنا لكان الرأي، فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ. بعضهم كان عنده فراسة شديدة كده، فيرى الصدق والقوة ويرى أن هذه الدعوة ستنتشر وتعم العالمين. ميسرة بن مسروق رأى هذا، فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ. فقال له القوم: دعنا عنك، لا تعرضنا لما لا قبل لنا به. وطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميسرة فكلمه، فقال: ميسرة، ما أحسن كلامك وأنوره، ولكن قومي يخالفونني. أنت كلامك جميل بس قومي مخالفين. وإنما الرجل بقومه، فإن لم يعضدوه فالعدا، يعني إن لم ينصروه ويؤازروه يبقى في عداوة، فالعدا أبعد. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج القوم صادرين يعني راجعين إلى أهليهم. فقال لهم ميسرة: ميلوا بنا إلى فدك، فإن بها يهود نسائلهم عن هذا الرجل. فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرا لهم فوضعوه، ثم درسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قعدوا يشوفوا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فيما عندهم من هذا السفر. النبي الأمي العربي، هذا وصف أمي عربي، يركب الجمل ويجتزئ بالكسرة، يعني يكتفي بالكسرة، كسرة الخبز يعني، وليس بالطويل ولا بالقصير، يعني بين الطويل والقصير كما قلنا هو فوق المتوسط فوق المربوع، ولا بالجعد ولا بالسبط، يعني الشعر شعره بين النعومة والجعودة. في عينيه حمرة صلى الله عليه وسلم، مشرب اللون يعني مشرب بحمرة، البياض فيه شيء من الإحمرار. فإن كان هذا هو الذي دعاكم فأجيبوه، ده اليهود اللي بيقولوا لهم، وادخلوا في دينه فإنا نحسده فلا نتبعه. اليهود بيقولوا لهم اتبعوه لأن احنا هنحسده مش هنتبعه. يا سبحان الله. ولنا منه في مواطن بلاء عظيم، يعني في بيننا وبينه بعد كده يعني مواطن وفي منازعات وخصومات كما حدث مع بني قريظة وبني النضير وبني قنيقاع. ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه أو قاتله، فكونوا ممن يتبعهم، يعني العرب هينقسموا يا إما متبع يا إما مقاتل، فخليكوا في اللي يتبع. فقال ميسرة: يا قوم إن هذا الأمر بين واضح كده تمامه. قال القوم: نرجع إلى الموسم فنلقاه. فرجعوا إلى بلادهم، وأبى ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعه أحد منهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحج حجة الوداع، لقيه ميسرة فعرفه، فقال: يا رسول الله، والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أنخت بنا حتى كان ما كان، وأبى الله إلا ما ترى من تأخير إسلامي، وقد مات عامة النفر الذين كانوا معي، فأين مدخلهم يا نبي الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من مات على غير دين الإسلام فهو في النار. فقال: الحمد لله الذي أنقذني فأسلم فحسن إسلامه، وكان له عند أبي بكر مكان. ذكره في البداية عن الواقدي بإسناده مثله. شوفوا يا أخوانا، الموضوع والله خطير، يعني إنسان يسلم فيدخل في رحمة الله وينجى ويعني ينجي نفسه من عذاب الله، واللي ما أسلمش ومات على غير دين الإسلام يخلد في النار. الحمد لله الذي ساقنا إلى الإسلام وهدانا إلى الإسلام وأنجانا من عذابه سبحانه وتعالى. يعني الموضوع خطير، يوميا كم من الناس يموت على غير الإسلام فيدخل إلى نار جهنم ويخلد خالدا مخلدا فيها، يعني ما فيش فصال في اللي مات على الكفر أو على غير التوحيد
ليس له شفاعة وليس له يعني ما فيش حد ينصره يوم القيامة، ما فيش فصال فيه. فكم هؤلاء الناس يحتاجون إلى رحمة، يعني مين يرحمهم إذا المسلمين ما جاش عندهم الرحمة والشفقة لهؤلاء الخلق الذين يموتون يوميا ويخلدون في نار، يعني يوميا على ظهر الأرض دلوقتي بيموت حوالي 250 ألف يوميا على غير الإسلام، يخلدون في نار جهنم، فمن يرحمهم؟ مين اللي ياخد بأيديهم؟ طبعا اللي مات على التوحيد يعني إن شاء الله تنالوا الشفاعة، لي الرحمة، لي كذا لي كذا، يعني مش حتى لو دخل إلى النار يعني بعض المسلمين هيخرج تاني، إنما التاني ده يخلد خالدا مخلد. فلذلك كان رحمة النبي عليهم، هم لا يعرفون، كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن ينور بصائرنا وأبصارنا وأشرح صدورنا للحق ولدعوة الحق والنصيحة للمسلمين ولجميع العالمين. وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.